كوليكشن حلو قوي، وخصوصا للبنات المحجبات، لانه اغلبنا بتبقى عندنا مشكله شويه في فكره ان احنا نلاقي حاجه سهله وسريعه نلبسها على بعضها كده ونخرج على طول. طبعا. فانت جايبه لنا النهارده كوليكشن حلو قوي الحقيقه، احنا عايزين ايه نبدا مع بعض بيه كده ونتكلم تمام. عليه واحنا بنشوف البنات بيعرضوه. ممكن تتفضل معانا كده اول موديل، اتفضلي. ده حلو قوي، ممكن تقولي لنا بقى او تشرحي لنا كده ايه الموديل اللي موجود معانا؟ ده دريس تمام. هو طبعا ليه تفاصيل كتير جدا. هو طبعا احنا طباعه تبعنا، لان احنا برده الحمد لله عندنا مطبعه. الدريس ده متقسم كذا حاجه، يعني القطعه دي لوحدها، القطعه اللي تحت لوحدها، واخده الديجرادي، الكم نفسه واخد نفس الديجرادي تمام. بس الخامه سوفت طبعا، احنا في الصيف بنبقى حابين الخامات اللي هي تبقى خفيفه خفيفه جدا، ما نحسش بالحر. هي القطعه كلها مش محتاجه اي حاجه غير ان انت هتلبسي طرحه اي لون عليها، يعني الوان تحفه. فيها الوان كتير جدا، فيها تفاصيل كتير جدا. هي القطعه برده مش بالسهل تنفيذها حقيقي، بجد متعوبه يعني. عليها بصراحه. يعني حلوه قوي، حلوه قوي بجد، الوان وتحفه. القصه مع الطباعه بتاخد يعني بتاخدي وقت قد ايه تقريبا عشان تعملي ديزاين زي ده؟ بصي، احنا عشان نوصل ديزاين لازم بيتعمل مره واثنين وثلاثه، كل ما تفضلي فيه تعديل ممكن لحد ما توصلي للشكل اللي انت راضيه عنه. بعد كده بقى الموديلات نفسها بقى بننزل طباعه، بننزل بقى رسومات ثانيه. احنا ده عاملين منه كذا رسمه ثانيه. حلو قوي، حلو قوي. طب ممكن الموديل البنوته اللي معانا الثانيه تتفضل كده؟ دي المنونه بقى بتاعتنا حبيبتنا، المودلز بتاعتنا. ده مختلف بقى خالص. ده بنشو، ده شيفون، خامته شيفون. الخامه برضو مميزه قوي في الصيف طبعا، كل احنا معتمدين على ماتيريال كلها تبقى خفيفه صح. الالوان، بصوا الالوان الطباعه يعني الحمد لله، يعني انت اللي عامله الالوان صح عليها. البرنت ده بتاعك؟ انا البرنت بتاعي. من عندي، انا عندي ديزاينر وعندي الطباعه. طبعا كل احنا من الالف للالف للياء، يعني القطعه كلها بتبقى من الالف للياء طبعا. حلو قوي. طيب البونشو ده احنا نقدر نلبسه مثلا لو حتى من تحت مثلا اسود مش ابيض؟ اعتقد ده يبقى شكله مختلف لو ممكن بالليل مثلا. ممكن يتلبس تحت بيزك، يتلبس تحت بنطلون، يتلبس يتقفل برده على جينز، ممكن تقفليه بحزام يبقى مقفول برده. بصي ليه كذا لبس، ليه كذا طريقه. والالوان برده نفس الكلام، بنعتمد ان احنا القطعه يبقى فيها كذا لون، اللي هو تميزي بيه الطرحه، تميزي بيه اي قطعه تلبسيها تحتيه برده، اذا كانت بيزك ابيض، اوف وايت، اسود، ايا كان اللون هتلاقي اي لون تلبسيه عليه. وتلبسيها بكذا روح، يعني انت ممكن مره بالبيزك مره ببنطلون. ايوه صح، تغيري شكله طبعا. احنا عندنا المصايف برده اليومين دول بيبقوا عايزين طبعا الحاجات أيوة دي. ايوه صح، على البحر بقى. طبعا. والالوان دي بقى مبهجه للصيف طبعا. طبعا يعني. طبعا، لا حلوه قوي. طب انا ده يخليني اسالك، الالوان اللي طالعه موضه الصيف ده ايه الالوان الموضه؟ هو ما تحددش لون، لان هي كلها كانت الفواتح، كان الزهري، كان الفوشيا، كان الاحمر، كان الاخضر، درجه الاخضر ما كانش فيه لون مميز. لكن احنا كصيف انا لازم اعمل كل الالوان، كل بس الفواتح. بس بحس دايما ان الالوان اللي هي يعني الفقعه شويه او اللي يعني عارفه فيها شويه الزاهيه، بس هي لكن دايما بتبقى تريد مارك للصيف. يعني دي هتلاقي البنات، اكتر البنات تحب تلجا لها، اللي هي الالوان اللي هي الفقعه شويه دي، اللي هي احمرات، اخضرات، يعني اصفرات كده شويه. لازم، ده اساسي. ده حلو قوي. وانت بتعتمدي على الالوان دي في الكوليكشن بتاعك ولا انت؟ طبعا طبعا طبعا. القطعه دي برضو يعني دي بس انا حاسه ان الاخضر انت يعني رايحه شويه للاخضر صح يعني؟ بنحب الاخضر طبعا. جميل، الاخضر والاحمر مميزين جدا في اللبس. مجرد ما بتلبسي عليهم الطرحه، لان الطرح الاساسي او المعتمدين عليها هتلاقي البيجات ابيض اسود، لكن لما بتحطي طرحه لون مميز زي الاخضر زي الاحمر زي الزهري، فانت بتلاقي ان الطقم معاكي ادى شكل تاني صح، بيتغير بيتغير تماما. طب احنا معانا كمان طقم كده ممكن نشوفه. الدريس ده كمان طبعا معانا طقه حبيبتنا برده. الوانه حلوه جدا. بصي يعني الالوان في ده كمان روعه، يعني القطع كمان يعني الحمد لله الوانها زاهره جدا. فالحمد لله يعني. وبرده انت عاملاه يعني اكتر من 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 تفصيله، من تفصيله صح. بصي حتى في الطباعه انا مش بطبع قطعه كامله، انا بطبع الكم ده النص اللي تحت لوحده، بطبع بقيه الكم لوحده، الصدر لوحده، الظهر لوحده، اللي تحت الكورنيش ده بيبقى لوحده برده. ده مختلف قوي على فكره، مدي للفستان او يعني مدي له شكل مدي روح خالص. دريس احنا متعودين الدريس اللي هو بينزل عادي على بعض. فاهمين؟ ده بقى شكل تاني وروح تانيه خالص، فالحمد لله برده احنا لسه منزلينه. والحمد لله، الحمد لله فتره قصيره ما كملناش اسبوع، والحمد لله عليه اقبال كويس. حلوة جدا، حلوه قوي بصراحه. هي الوانه كمان حلوه قوي بصراحه، الالوان تحفه تحفه يعني. وتميزيه برده باي لون طرحه هتلاقي الموضوع. كنت لسه هقول لك بقى لون الطرحه اللي ممكن تتلبس معاه، مثلا لو لبست زهري يبقى لطيف طبعا. صح؟ طبعا، هو يعني اكتر حاجه ممكن تلاقي عليه الزهري. الزهري مع الالوان دي بتدي شكل تاني طبعا خالص، هيبقى يعني حلو جدا. حلو قوي، تحفة. تسلم ايديكي بجد حبيبتي، يعني بجد حلو قوي.
تسلمي. احنا معانا برضو ديزاينر اسلام صبري، يعني ده مميز جدا، حد بيرفكت قوي في شغله. ومعانا بسنت عماد، ناس برضو بتساعدنا معانا، ناس طبعاً. كتير قوي بتساعدنا بسنت. التيم ما شاء الله بصراحه كلهم ناس بروفيشنال، وكلهم ما شاء الله عليهم. حاجه بتميزك يعني ان انت معاكي التيم بتاعك كله ناس بروفيشنال، فبتطلعي حاجه مختلفه يعني زي اللي احنا هنشوفه دلوقتي. حاجه مش مش من الحاجات اللي هي موجوده في السوق عموما. لا لا، الحاجات بتاعتك مختلفة مميزة، والبرنت كمان حلو قوي. ايوه حلو جدا، انا ده عاجبني قوي. احنا مدخلين الماركة من قدام ماركة الفندي، نفس الالوان من نفس الروح، مدخلين ورا بتبقى باترن تانية. دي برضو بتبقى مميزة معانا، حلوة قوي. حلو جدا جدا، وزي برضو زي ما قلنا ممكن البيزك يبقى اسود فيغير الشكل شوية. ما انا بقولك اللي هي الفكرة ان احنا بنعتمد على القطع اللي هي تعتبر زي الخارجية، بحيث ان انت غيري براحتك. انت بقى اعملي اللي انت عايزاه بعد كده، تقدري تلبسيها اكتر. جميل. احب البيزك عادي، فعلى حسب بيدي كذا روح للقطعة. حلو جدا. وكل الحاجات دي موجوده على البيدجيت بتاعتك، الناس تقدر انها تتواصل معاكي ويقدروا ان هم يطلبوا الحاجه من خلال البيج، او من خلال في ارقام كمان للتواصل، في ارقام تواصل، في صفحه ياخدوا ان شاء الله هنزلهم طبعا. هيبقوا موجودين.